السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجودين اليوم في الرميس بمناسبة افتتاح السلام فريش، فرعهم في الرميس عملوا لكم خصومات وعروض ما تتوقعها جماعة الخير. طبعا السلام فريش تابع نفس الشركة اللي فيها الهوم مارت، يعني الطابق العلوي واللي فوق والرابع إلى الطابق الرابع كلهم لهوم مارت، وقدموا لكم خصومات تصل إلى 70%، وقدمنا لكم عروض من السلام فريش بمناسبة الافتتاح. الهوم مارت على الشارع العام، والسلام فريش أتوقع واضح الطابق السفلي بالكامل للسلام فريش. خليكم جاهزين للعروض. الموقع جدا سهل، على الشارع العام على طول. العروض اللي بقدمها لكم من السلام فريش لحد 5/2/2022. نبدأ بالبصل، الكيلو فقط ب 150 بيسة. البرتقال فالنسيا الكيلو ب 290 بيسة فقط. علبة الفراولة ب 390 فقط. تخيلوا يا جماعة، هذا الصندوق الكيوي فقط ب 390 بيسة، أو تختار هذا الصندوق كامل ب 390 بيسة فقط. البطاطا الكيلو ب 190 بيسة فقط. لعشاق الريد بول فقط ب 3 ريال و200. أميلة ب 6 ريال و790 للكرتون مع كرتون ماي مجانا. طبعا لما تشتري ب 20 ريال تجي تقري السحب هنا. يلا بسم الله نشوف حظك. بسم الله بسم الله. اي مشتريات بقيمه 20 ريال تجرب، مبروك. طبعا السلام فريش الطابق الارضي بالكامل للسلام فريش، ما شاء الله يعني مكان كبير كبير. تجي للثلاث طوابق الثانيات هم تابعين للهوم مارت، كلهم نفس الشركة. طبعا الهوم مارت عاملين خصم إلى 70%، تقدر تجي تستمتع بالمشتريات بكل شيء. مكان جميل، لا يفوتكم العرض. عرض السلام فريش لمدة تاريخ 5/2/2022، وال70% ما زال مستمر. الطابق الثاني للأدوات الكهربائية والأبواب، كل ما تحتاجه موجود، وعاملين بعد خصومات تصل إلى 70%. يا جماعة هتحصلوا كثير من الأشياء، ما شاء الله ما شاء الله، والخصومات تصل إلى 70%، من 20 إلى 70%. تعال اتمشى، خذ لفة، تبحث عن شيء أنت تبحث عنه، شوف وقارن بالسعر، حتى الأبواب وكلها موجودة. يا جماعة الخير شوفوا هذا الطقم الجميل تركي، بكم كان؟ ب 1530 صار ب 459. يا جماعة ب 299 و500، يعني ب 300 ريال. كم قطعة؟ السرير وقطعتين والكبت، شوف ما شاء الله حجم الكبت والتسريحة يا جماعة. يا جماعة 254 و700 سرير مع التسريحة مع هذه مع الجوانب. يا بلاش يا بلاش. جينا قسم الحدائق، خليكم جاهزين خليكم جاهزين خليكم جاهزين. جماعة فقط تبقى قطعتين من 299 87 و800. الله الله، لحديقتك لا تفوتك الفرصة، فقط قطعتين تبقت 87 ريال، والله يا بلاش. شوفوا حجمها، هذا حجمها، شوف شوف ركز معي، 60% خصم صار 384. الله الله يا جماعة، شوف تحت كامل خشب، ها طبعا بدون الطاولات والكراسي، ولكن تجي خشب كامل تحت مجهزة. الله، إذا عندك حديقة أو استراحة لا تفوتك لا تفوتك. تخيلوا يا جماعة مع الشبك، ها مع الشبك تكفيك، واسعة وحلوة، صح أني ما في ارتفاع عالي ولكن حلوة، فقط ب 159 ريال، 38 ريال فقط. الكرسي للحوش، حتى تقدر تستخدم البلكونة، 70% على أغراض الكشتات، حتى على الفحم. شوف هذه الشواية، شوف هذه الشواية الجميلة بكم؟ 8 ريالات و500 من 28 ريال.
تعال، لا يفوتك 70%، تعال. والكثير من الأشياء يا جماعة، والكثير من الأشياء. الحين بأخذكم لفة بعدين، في شيء عجبني بس ما صورته، ولكن الحين برجع أصوره. شوف 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 هذا الكرسي، أنا أعتبره كرسي ملكي. بكم؟ من 199 صار 79 ريال. تخيل الناس اللي تبحث تجمل وتدلع حلايقها، تعال تمشى وشوف الأسعار وقارن. دائما أقول لك أنت قارن، شوف الأسعار. أنا لما أنزل لك عرض تعال وقارن وشوف العروض. شوف هذه مثلا ما شاء الله، شوف حجمها والله، شوف كم، 87 ريال. الله لا تفوتكم، تجي مع الشبك مع كل شيء كامل كامل مجهزة. هذه لأسعد وأسرع شخصين يوحيوا عليها. الناس اللي تحب تزين اللي هي استراحاتها، تحب تزين الكلسات الخارجية، 70% يا جماعة، 70% لا يفوتكم. 70% عليهم خصومات. جماعة الناس اللي تعشق لون الذهبي، تعال شوف 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 ما شاء الله. شوف حتى في المواد الصحية عندهم خصومات. شوف ما شاء الله ما شاء الله. يعني تبدأ من السلام فريش تحت وانت طالع على الطوابق كلها. خذ لفة وتابع الأسعار وقارن وخذ اللي تحتاجه.